السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة سيمو براتيك. اليوم سنتكلم عن هذا الميكرووند أو الميكرويف، هو مشكل الشرارة وهو المشكل الشائع في هذه الأجهزة من نوع الميكرويف، قد تضطر إلى رميه بمجرد أن به مشكل الشرارة. هو مشكل صراحة بسيط، لا يستحق أن تقوم برميه أو تبديل الميكرويف بمجرد أن نلاحظ هنا هذه الشرارة. هذا هي تبدو شرارة خطيرة، لكن هذا فالميكرويف عمل الميكرويف فهو بالكهرباء، وهذه للتنسيل أو هذه الشرارة فهي طبيعية، لذلك هو مشكل بسيط جدا يمكن حله بكل بساطة. تابع معي الآن، تقوم بفتح الميكرويف ليكتشف سبب هذه الشرارة. طبعا عندما رأيت الشرارة رأيت ولاحظت أنه توجد الشرارة في هذه النقطة هنا، لاحظ هذا الاحتراق هنا، طبيعي أن تكون هذه الشرارة لأن الدهان أو الصباغة الموجودة هنا قد تآكلت أو تآكلت هكذا بهذا الشكل مما تنسى طبعا. وهذه أيضا لا توجد هذا القطعة، هذه قطعة شبه كرتونية تشبه الكرتون، لكن هي ليست كرتون بل مصنوعة من ألياف زجاجية. إذن هنا لاحظ هذا الاحتراق هنا. الآن سأقوم باستعانة بهذا الجيكس، يسمى الجيكس أو منظف الأواني. بكل بساطة أخذ قطعة صغيرة هنا ثم أقوم بفرك أو حك هذه النقطة هنا بهذا الشكل لكي أزيل تلك هذا، ثم استعين بهذا المنظف، هذا المنظف ايضا اقوم برش قليل منه بهذا الشكل، ثم في هذا المكان، ثم اقوم بفرك او حك هذه النقطة بهذا الشكل بكل بساطة بهذا الشكل، ثم هنا وهنا، ثم هذه المنطقة هنا، لان هذا الكربون هنا هو من يسبب تلك للتنسيل او تسمى للتنسيل او الشرارة بالعربية. وبحكيها لاحظ الآن بدأت لاحظ بهذا الشكل، وأيضا في الداخل أيضا أقوم باستعين بقطعة أو بمجرد بهذا الشكل ثم أقوم بتنظيف هذا المكان بهذه الطريقة. وأتركها قليلا حتى تجف، ثم سأستعين بصباغة تجف بسرعة، يجب أن نستعين بصباغة تجف بسرعة. أنا سأستعمل صباغة الأظافر، صباغة الأظافر، لاحظ هذه الصباغة فهي خاصة بالأظافر، لكن هي جيدة صراحة في هذه الأمور. يفضل طبعا لون الأبيض، أنا لا أملك لون أبيض، لهذا سأستعين بهذا اللون، عندي هذه الألوان فقط، هذا الأزرق لا بأس، لأن هذه المنطقة سوف تقوم بتغطيتها بتلك القطعة التي ذكرنا أول الفيديو. سأقوم بتغطية هذه النقطة هنا بكل بساطة، النقطة المحترقة، سأقوم بتغطيتها بهذا الشكل بكل بساطة.
ثم قم بإرجاع القطعة الشبه كرتونية ثم أتركها تجف. إذن الآن بعد أن جفت جفها كذا سأقوم إذن الآن فهو جفت تلك ذلك الجزء ذلك الجزء من الميكرويف ثم جفه. إذن سأقوم بتشغيل الميكرويف بهذه الطريقة ثم ألاحظ أن المشكل حل ببساطة بدون أي خسائر أو أي شيء. إذا أعجبك الفيديو صديقي لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا ببعض اللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله.